رجل يدعس رأسه بعد أن تزحلق بالقيء من على جرافة في نيوزيلندا. تقرير جديد للطب الشرعي يبين تفاصيل الحادث الأليم الذي أودى بحياة عامل طرقات من نيوزيلندا في شهر تشرين الأول من العام الماضي. وقد كان جاري فوركام 53 عاما يعاني من صداع ذلك اليوم، فتناول حبوب الشقيقة وتجاهل كل من النصائح بأخذ إجازة من العمل، لكن الدواء لم يدفع وأخذت حالته تسوء. وأثناء القيادة أصيب بالغثيان والقيء، ويقول الطب الشرعي أن فوركام تزحلق بالقيء لدى محاولته الخروج من باب الجرافة المتحركة، سقط أرضا في طريق عجلات الجرافة التي هرست رأسه، ولم يعرف إن كان قد فقد وعيه بعد السقوط أرضا. بكل الأحوال فقد أسلم للجراح. هي سادة اكتشف زملائه الجثة بعد أن شاهدوا جرافة واقفة عن الحركة فصعقوا لما رأوا. يقول أصدقاء فوركامب أنه إنسان خلوق، ولم يعرف الطب الشرعي لماذا أراد الخروج من الجرافة.